وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلي صلاة التراويح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يذوقون لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فأشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الطامة الكبرى،
يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرماء على محمد وآله وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء اللهم صل وسلم على لم نخف بعدك الضلال وفينا وارث نور هديك العلماء اللهم صل وسلم على محمد وآله وإلى الغير لحظة لا تكلنا رب رحمك إننا ضعفاء اللهم صل وسلم على محمد وآله وانصر المسلمين في كل قدر كي يصودوا ويخزل الأعداء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه ويعم الصفاء والحق يعلو ويشيع الهدى ويسمو اللواء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وعلى آله وصحبه كرام ما بدا السمو سافرا والمساء اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه الكرام الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره
فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة وتسليم أزكى تحياتين صلاة وتسليم أزكى تحياتين للمصطفى الهادي البرا يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه على المصطفى الهادي على سائر الأنام أحمد قد سما فأسرى به المولى وربه كلما وألزمه الصلاة فردا محتما يسود الورى من كلم الله في السماء وقام بساك العرش يستمع الوحيا يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه على المصطفى الهادي رأى ربه بالعين لا بجنانه بها الله خصه بمهد اصطفائه وفضله على جميع عباده يرى نوره بالرب لا بفؤاده ولكنه بالعين أثبتها رؤيا يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه على المصطفى الهادي كتاب عزيز مبطل وقول غيره فلا شك أنه رآه بعينه وقل صاحب علنا بتصديق قوله يدلك ما في النجم من قول ربه على فتلها فالله يلحمك الهدي يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه على المصطفى الهادي فإسراؤه قد كان حقا بجسمه وكلم ربه بهدرة قرصه وخصصه بسره وبحبه يقينا بأن الله أسرى بعبده إليه وهياه فنعم الذي هيا يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه تشرفت السماء بمسرعه إزدنا كما قد تشرفت بمولده الدنا وفازت به الأخرى فدام لها الهنا يناديه أهلا بالحبيب الذي لنا فأنت لدينا زينة الدين والدنيا يا رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه فصانه من شر الخلائق ربنا ومن كل هول في الآخرة والدنا هو الحفظ والأمان واللطف والمنى يوافيك منا أينما كنت حفظنا وعيننا ترعاك في خلفنا رعيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه على المصطفى الهادي يا محمد يا رسول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليك ربنا بحن الختام، يا ربنا بحن الختام. يا ربنا يا ربنا عليك ربنا بحن الختام، يا ربنا بحن الختام. بجاه سيدنا سيد الأنام، عندك وفقنا لحن الختام، يا ربنا عليه سلام. يا ربنا هذه وسائلي لرحمة الله، بجاه من علا على غير الله، عليه يا صلوات الله. يا ربنا عليه وعلى آله الكرام، كذا وصفه السادات العلام، ومن تلا لهم السلام. يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا، عليك ربنا بحن الختام، يا ربنا بحن الختام. يا ربنا ما قال قائل عليه السلام، في الأرض والسماء وهم الغمام، وعد ما دامت الأيام. يا ربنا
يا ربنا يا ربنا يا خالقنا يا حافظنا عليك ربنا بعن الختام يا ربنا بعن الختام وتر النسجد أوترو صل الوتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخيرات فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. لا منجا ولا ملجا ولا ملتجا لنا منك إلا إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح أعمالنا واختم بالسعادة آجالنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في دنيانا وآخرتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها حجتنا وتقضي بها حاجاتنا وتبسط بها أرزاقنا وتطول بها أعمارنا وتعصمنا بها من كل شر وسوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جمل أمورنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما خولتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا وآنس وحشتنا إذا ألمستنا وتفضل علينا إذا حاسبتنا ولا تسلمنا الإيمان وقد عرفتنا وثبت على الخيرات وطأتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في بقية أيام رمضان. اللهم وفقنا لثواب ليلة القدر واغفر لنا المثوبة والوزر يا رب العالمين. اللهم إننا في ختام شهر رمضان. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى جنانك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين واجمع شملنا وشتت شمل أعدائنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في أنحاء العالم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، قل لهم ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم ول على المسلمين في أنحاء العالم خيارهم، وأبعد عن كرازيهم منافقيهم وعملاءهم وشرارهم يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين في بلادنا هذا خيارنا، وأبعد عن كراسي المشرمين شرارنا. اللهم ول على بلدنا هذا سياسيا واقتصاديا وفي جميع الأمور خيارنا. اللهم ول على بلدنا خيارنا، وأبعد عن كراسينا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف وارفع عنا البلاء والوباء والفتن والإحن والزلازل والقحط والجدب وجميع الآفات يا مجيب الدعوات. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين، يا إله الأولين والآخرين، تولى أمورنا كلها في ديننا ودنيانا وحفظنا وكلاءتنا، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغننا في هذا البلد عمن أغنيته عنا، اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، واجعلنا أفقر الفقراء إليك وأغنى الأغنياء بك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل بيننا وبين رزقنا أحدا سواك، اللهم لا تجعل بيننا وبين رزقنا أحدا سواك، اللهم لا تجعل بين حاجاتنا وبينك أحدا سواك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا ومشايخنا ولجميع من وصانا بالدعاء. عاتقنا اللهم جميعا في هذه الليلة من النار، اجعلنا جميعا من عتقائك في هذه الليلة من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما ظهرت النجوم، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما تلاحمت الغيوم، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، رب كل شيء وإليه النشور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. እና ክብሯን ተመልካቾቻችን በዚህ በታላቁ አንዋር መስጂድ ሲካሄድ የነበረው በተለይ በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ በስፋት የምትከበረውና ምናልባትም ታላቅ አጅር አለባት ተብላ የምትታወቀው 27ኛው ሌሊት በማስመልከት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቲቪ ዜና ቻናል በቀጥታ ስርጭት ከዚህ ከታላቁ አንዋር መስጂድ ወደ እናንተ ሲያደርስ ነበርና አሁን ላይ እንግዲህ የሰላት ስነ ስርዓቱ በዚህ በተመለከታችሁት መልኩ ተጠናቋልና ቀሪ ቀናት ይገኛሉ። አሁን ከፊታችን 3 ቀናት ይቀራሉና ምናልባት በእነዚህ ቀናት ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለወትሮ የነበረውን እንቅስቃሴውን በማስቀጠል በልኩን ምን ማድረግ አለበት የሚለውን የተወሰነ መረጃ የተወሰነ መግለጫ ያስተላልፉልን የታላቁ አንዋር መስጂድ ኢማም ሸህ ጣህ እዚህ አጠገብ ይገኛሉ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ ሸሃችን። እንግዲህ አሁንም ትንሽ ቀናት ይቀራሉና የጾሙ ስነ ስርዓት ሊገባደድ እንደው በዚህ በቀሪው ቀናት ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደው ምን ማድረግ አለበት በመረዳዳቱ በኩልና ሊጠቀምባቸው ይገባሉ የሚሉት መልእክቶች ያስተላልፉልን። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዚህ ባለፉት 27 ቀናት ብዙ ትምህርት ነው ያገኘው፣ መንፈሳዊ ትምህርት ለሁሉም ነገር የሚጠቅመው ለፖለቲካ ለማህበራዊ ኑሮም ለሁሉም። ከፈጣሪም ጋር ደግሞ ጥሩ ግንኙነት አሳይቷል፣ ራሱንም አውቋል የፍጡር መሆኑን። ሌላ ጊዜ ነፍስያ የምሰማ ሁሉ አሁን እጁን ለአላህ የሰጠበት አጋጣሚ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህ 27 ቀናቱ የተሰሩት ዒባዳ ምንጊዜም ከአመት እስከ አመት መሆን እንዳለበት ነው። ድንገት የበለጠ የደራ ገበያ በአሁኑ ጊዜ ቢሆንም ከዛም አልፎ የቀሩት ቀናቶች 3 ቀናቶች ናቸው። ስራዎች አሏቸው። እነሱ ስራ ምንድነው? አንዱ በዚሁ ፕሮግራም መቀጠል ነው፣ አላህን እየለመኑ አመት እንዲያደርሳቸው እንዲያመላልስብን። ሁለተኛ ደግሞ ዘካተ ፍጥር አለ፣ ለዒድ መዘጋጀት ነው። ለዒድ መዘጋጀት በዲናችን በጣም የታዘዘ ነው። ዒዱ ቀን እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ሀገራችን በአሁኑ ጊዜ ጥሩ ሰላም ነው ያለችው። አደባባይ ወጥተን እንሰግዳለን፣ ጥሩ ልብስ ለብሰን፣ ጥሩ ጸባይ ይዘን። ከዛም አልፎ ከዛ በፊት ዒዱ ቀን ሁሉም ደስተኛ እንዲሆን ለምስኪኖች የታዘዘውን የዘካተል ፍጥር ክፍያ በነፍስ ወከፍ ሕፃንም ሳትቀር ያለው ሰው ሁሉ ከራሱ ሕፃናትም ከራሱም ከቤተሰቡም አታ ከሰራተኛም እያወጣ ምስኪኖቹን ማስደሰት አለበት። ለምን የዒዱ ቀን ሁሉም ደስተኛ እንዲሆንና አንዱ ቀልቡ እየተከፋ አንዱ እንደፈለገ መዝናናት
እስላማዊ ህግ ስላልሆነ ዘካተ ፍጥር ያወጣ ዘካተ ፍጥር ከዒድ ቀን በኋላ አይሁ ዋጋ የለውም። ሰዋብ ያ የተፈለገውን አይሸፍንም። ዘንድሮ እንደውም ትንሽ ዋጋው ከፍላል። 75 ብር ነው ለአንድ ሰው። አንድ ቤተሰብ አምስት ቤተሰብ ያለው እንግዲህ 75 ሲባዛ በአምስት ትንሽ በጣም ይሄዳል። ድንገት ለማሳወቅ ያህል ድንገት ገንዘቡ ከፍ ስላለ የማይችል ሰው እንደ ደሞዝተኛ አይነት መጀመሪያ ከራሱ ያወጣል። ከዛ በኋላ ከተረፈ ከህፃናቶች ያወጣል። ከዛ ቀጥሎ ከሴት ከሚስቱ ያወጣል። እንደዚህ እያለ እንግዲህ የቻለበት ያህል የቻለውን ያህል ሄዶ ይቆማል እንጂ ዘካተ ፍጥር መቅረት የለበትም። የዕለቱ ደስታ የጋራ እንዲሆን ነው። ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ድንገት የጎረቤትን ሀቅ መጠበቅ ይቀጥላል። እንደዚሁም ደግሞ ሀገራችን ብዙ ስራ ትፈልጋለች ከኛ። በዚሁ በረመዳኑ ስናስተምር እንደከረም ነው ምርጫም እየመጣ ነው። በአሁኑ ጊዜ ኸይረኛ ሰው ይልቅ ሸረኛ እየበዛ እየሄደ ነው። ስለዚህ ኸይረኞች ላይ ጥሩ ሰዎች ላይ ብዙ ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል። ጥፋቶችን እየተከታተሉ ማስተካከል፣ ማረም፣ በምክርም በማንኛውም ከዛም ደግሞ በምርጫም ግንባር ቀደም በመሆን ለእነሱ የሚሆነውን ሰው እኛ እዚህ መስጂድ ላይ ዱዓ እያደረግን ነው። ያ ረብ የሚሆነንን ሰው እንጂ አትጫንብን እያን ነው። ኩርስያችን የመንግስት ወይም ደግሞ የሹመት ወንበራችን የማይሆን አታስቀምጥብን እያን ዱዓ እያደረግን ነው። ይህ ሃይማኖታዊ ግዳጅ ነው፣ ግዴታ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሀገራችን በምርጫም ዙሪያ በተረጋጋ መንፈስ በዚህ በረመዳን ባገኘው የቀልብ ምግብ ችግሮቹን ሁሉ የሀገር ችግርም፣ የጋራ ችግርም፣ የጎረቤት ችግርም፣ የራስ ችግርም፣ የሃይማኖት ችግርም፣ የፖለቲካ ችግርም ሁሉ እያስተካከለ እያረመ መሄድ እንዳለበት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ኢትዮጵያ ሙስሊም ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ። ሚዲያዎችንም ሁሉ አመሰግናቸዋለሁ። እዚህ የተገኙት ሶስት አይነት ሚዲያ ናቸው። ዋልታም አለ፣ ቲቪ ይኸው ከኛ ጋር ያላችሁ ናችሁ፣ ፋናም አለ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ለወደፊትም እንግዲህ ለብዙ ረመዳናት አብረን እንጾም አላህ ያርግልን እላለሁ። ለእርሶም እንኳን አደረሰዎት፣ እናመሰግናለን በጣም። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ዕለት በዚህ በታላቁ አንዋር መስጂድ ተገኝተን 27ኛውን ሌሊት ምክንያት በማድረግ የነበረውን አጠቃላይ ስነ ስርዓት ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን አድርሰናልና እንግዲህ ቀደም ሲል ሸጣህም እንዳነሱት ቀሪ ቀናቶች አሉና አሁንም መረዳዳታችን እንግዲህ እንደሚታወቀው በተለያዩ አካባቢዎች የግለሰቦችን እርዳታ የሚፈልጉ በርካታ ግለሰቦች አሉና በዚህ በቀናቱ በቀሪ ቀናቶችም ጭምርና በሚቀጥለው ህይወታችን ጭምር መተጋገዙ መቀጠል እንዳለበት ነው ሸጣህ ያሳሰቡትና ይህንን ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቃል። በድጋሜ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከዚህ ከጊዜያዊ ስቱዲያችን ከአንዋር መስጂድ ስቱዲዮ አንዋር መስጂድ አካባቢ ከሚገኘው ግቢ ውስጥ ከሚገኘው የጊዜያዊ ስቱዲዮችን ወደ እናንተ ስናደርሰው የነበረው የ27ኛዋ ሌሊት የስግደት ስነ ስርዓት ይሄን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ተስፋ የጫኔ ነበርኩ። በያላችሁበት መልካም አዳር ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ አደናቅፋለሁ ሁላ መችከ መንጥቅ